عن تونس، وخصوصا بالنسبه للست عبير موسى. تقريبا كل شيء صار قلته في امور بعد ما صارت، وقت قلت لكم في خضه صحيه وخضه بالبرلمان، وشفنا الخضه بالبرلمان بهدله يعني. يعني عن جد تحيه للست عبير موسى ولهيدي القوه اللي حضرتها على قناه الغد. فالسيده عبير موسى انا بشوفها دائما بالصوره موجوده دائما، حتكون امراه قويه، حتكون قائده في تونس، حيكون لها دور كتير كبير. حاليا انا بعد ما بشوفها كرئيسة حكومة او كرئيسة جمهورية، ولكن هي موجودة دائما وحيكون عندها كتلة شعبية كتير كبيرة، وحيكون لها دعم من الخارج. يعني انا بشوفها بمكان قيادي اكثر من قيادة ناس من البرلمان او اذا بدكم حزب. يعني انا بشوفها as a decision maker، يعني بتقدر تاخذ قرارات، تقدر تغير من البلد. اما بالنسبه للغنوشي هو باقن، انا شفته باقن وهو باقن وشكله عمره طويل يعني، وبتصير يعني باقن وحيكون يعني الشعب التونسي لا لن يليق له وجود الغنوشي، ولكنه باقن ويجب إنه الواحد يعرف كيف بيتعامل معهم، كيف يقدروا يتعاملوا إن كانوا مع الإخوان المسلمين أو الأحزاب الأخرى. أوكي، ليش؟ لأنه التشدد الإسلامي والأحزاب المتشددة إسلامياً هي متجهة إلى النهاية عام 2022 تقريباً. أوكي، فيجب على الشعب التونسي أن يعرف كيف يتعامل مع هذا التشدد الذي يحاول تغيير من وجه تونس من أجل مصلحة تونس. يعني يجب أن تنتبهوا أن لا يكون هناك حروب بين بعضكم، لأنهم يعني على الحالتين سوف ينتهون. تونس إلى الأفضل عام 2022 مثل باقي الدول العربية. أجاني وطالبان وانسحاب أمريكا، أنا بشوف في حرب أهلية سوف تكون قريبة في أفغانستان، ويعني حروب أهلية مزعجة، وأفغانستان لن تتخلص من طالبان ولا بشكل قريب أبداً، وسوف تكون إذا بدكم بؤرة جهنم أفغانستان. يعني لسوء الحظ هذا شيء جدا سيء شفته وحللته كمان. قول أحد إنه إسرائيل هي التي فجرته، وأنا مقتنعة بهذا الموضوع. أوكي، بالنسبة لليبيا وتغيير القوانين ومبعوث الأمم المتحدة كوبيش وحكومة الوحدة الوطنية والانتخابات ب 24 ديسمبر، بالنسبة للانتخابات النيابية في ليبيا أنا بشوفها بتتم بموعدها. أنا بشوف بأنه بيتغير القانون من أنه النواب ينتخبون رئيس الجمهورية إلى أنه الشعب ينتخب رئيس الجمهورية بطريقة مباشرة. أنا بشوف نفوذ إيطالي وإسباني بليبيا لإعادة الأعمار، بشوف أنه النفوذ التركي ينسحب من ليبيا. وزيرة الخارجية في ليبيا لم تنتهي قصته هنا، بس هي حيكون إلى دور كتير كبير بالمستقبل. هيدي المرأة باقية وحتكون بكذا محل، بمحلات نافذة وجيدة جدا من أجل ليبيا. أوكي، ليبيا تتجه عام 2022-2023 إلى بلد فيه سلام، فيه ازدهار، وفيه تغيير من وجه ليبيا. أوكي، يعني كمان نحن نتجه أصلا إلى تمدين البلدان العربية، بمعنى تمدين يعني التخلص من كافة. رح أجاوب على كل أسئلتكم. يعني التخلص إذا بتكون من كافة القوانين، أو بالأحرى فصل الدين عن السلطة. هيدي من الآخر يتجه الكون لهونيك. أصلا نحن عم نشوفها، هيدا موضوع قلته عام 2019 وكتير عالم زعلت مني. لا، نحن نتجه إلى أنه البلدان العربية تكون أكثر بلدين مدنية، فصل الدين عن السلطة. بالنسبة للمغرب، المغرب كمان إذا بتتذكروا عملت لكم توقعات عن علاقاتها الدبلوماسية وكلها صارت، وكمان تأكيدا بتتذكروا قلت لكم بتوقعات المغرب أنه حيكون في استثمارات إسرائيلية يهودية في المغرب حتى ترجع ترفع من قيمة المغرب. ونحن شفنا من يومين صار في زيارة من إسرائيل إلى المغرب بشخصيات جدا عريقة، وكمان كانوا عم يحكوا عن الاستثمارات، وقلت لكم أنا حيكون في استثمارات. كمان المغرب والصين عملوا اتفاقيات على تصنيع عدة إذا بدكم فاكسان، يعني لقاحات لكورونا. أنا قلت لكم من زمان أنه الصين سوف تتجه إلى الشرق المتوسط وتحاول أنه تفرض وضعها الاقتصادي،
وهذا الشيء فعلا نحن حنبلش نشوفه، حنشوف انه الصين حتلعب دور كتير كبير بمنطقه الشرق المتوسط وافريقيا العربيه. توقعات زياده للمغرب، كنت توقعت لكم انه حيكون في حزن كتير كبير بالمغرب، هذا الشيء بعد ما صار، ولكن انا بعد شفته. حيكون كمان في فضيحه بالقصر، سوف تزعج الشعب. اوكي، المغرب سوف تتجه الى علاقات دبلوماسيه قويه، ولكن اكثر مع اسرائيل واكثر مع العرب، اوكي، ولكن ليس مع اوروبا. حيصير في عده مشاكل اكثر من ما اللي صارت، يعني مشاكل اللي صارت مع اسبانيا والمانيا ولقيوها الحلول، حيدل في مشاكل كثير كبيره مع اوروبا، ولكن المغرب سوف تتجه بسياستها الى الدول العربيه والدول الافريقيه، وسوف تكون ناجحه، ما فيها ابدا اي مشكله. اوكي، تتذكروا كمان توقعات عن الاعتراف بالصحراء المغربية من قبل أمريكا وأوروبا، قلت لكم هذا مقابل شيء تاني، وبالفعل شيء تاني كان أنه إسبانيا تتنازع مع المغرب على أراضي، عفوا نسيت اسمها، وهذا التنازع حيدله كامل، يعني حيدله سنوات لقدام. أوكي، ولو مهما فعلت المغرب لن تأخذ هذه الأراضي، خلص أعطوها الصحراء مقابل هذه الأراضي. إذا اتفاق فيينا نحن قلنا أنه حيتم، حتم كمان رفع عقوبات. أما بالنسبة للجزائر، في عنا هون السيد بن عبد الرحمن الوزير الأول وكمان وزير المالية، وأنا قلت لكم أنه بتم الانتخابات ولو بمشاركة بالجزائر ولو بمشاركة قليلة، وفعلا هذا الشيء تم. قلت لكم بيجي رئيس وزراء وبيجيب كمان ناس بالحكومة من اختصاصيين وكمان من أحزاب، ونحن شفنا أنه حوالي بعتقد 17 أو 16 شخص كانوا من الأحزاب، أما الباقيين كانوا من الاختصاصيين، وأنا بشوف نجاح لحكومة الجزائر على فكرة، رغم أنه الشعب ربما لا يريدها، ولكن أنا بشوف نجاح للحكومة بالجزائر وتغيير قوانين وتحضير إلى عام 2022 و2023 أفضل، وعلاقات دبلوماسية جيدة. أنا بشوف اعتراف بسيط فرنسي بالنسبة للجزائر، بالنسبة يعني المجازر اللي عملتها في الجزائر مقابل علاقات دبلوماسية قوية واستثمارات فرنسية في الجزائر. حكينا عن تونس، النهضة والمشيشي والغنوشي وقيس سعيد وعبير موسى حكينا، بس بحب زيد انه بالنسبة للمشيشي وقيس سعيد قلت لكم واحد منهم بيبقى بمركزه والثاني بيترك مركزه. اللي بيترك مركزه اعتقد حيكون المشيشي لأول مرة بقلكم الأسامي، أما اللي بيبقى بمركزه بيكون السيد قيس سعيد، وهو سوف يخضع لإرادة الشعب. على فكرة في حيكون في ثورة جدا كبيرة في تونس وفي لبنان، تحضروا لها.